كابتن عبد الحليم علي، ماذا فعل الزمالك الشوط الثاني؟ وهل التغييرات اللي حصلت زمالك كابتن حماده وكابتن جمال فعلا اثرت بشكل كبير بنزول دونجا وشيكابالا وايضا السيسي عمرو السيسي وسامسون؟ هل التغييرات دي اثرت ايجابا في اداء الزمالك؟ مبروك الاول ليكوا يا كابتن، مبروك ليك يا حبيبي، مبروك لمجلس اداره نادي الزمالك 16 مرتضى منصور، مبروك لجماهير نادي الزمالك اللي دايما ورا فرقتها طول ال 92 دقيقه. مبروك لينا فوز نحمد ربنا عليه النهارده، فوز مهم جدا. قبل الاستوديو كنا بنتكلم في صعوبه اللقاء وصعوبه الماتشات اللي جايه يا كابتن طارق، فبالتالي بعد اللقاء نقول الحمد لله اداء جيد، مكسب 4-0 نتيجة كبيرة ونتيجة جيدة مع فريق كبير زي حرس الحدود. الثقة اللي اللعيبة واخداها والتركيز اللي احنا اتكلمنا فيه قبل المباراة، الحمد لله النهارده في حاجات احنا كنا متخوفين منها في الماتشات اللي دايما احنا بيبقى تركيزنا نقول قليل، ما بلاش نستسهلها اللي بيبقى تركيزنا قليل فيها. فالنهارده من الماتشات اللي احنا قلنا في المراحل الصعبة، يعني المرحلة الأولانية الحمد لله خلصناها بفضل ربنا بنسبه جيده جدا، دي مرحله ثانيه. الماتشات السبع ثمان ماتشات اللي جايين دول ان شاء الله مرحله ثانيه، محتاجين ان احنا كل ثلاثة بونت ناخدهم عشان نستمر وان شاء الله نبقى نتصدر الدوري باذن الله ان شاء الله. فبالتالي مباراه جيده، مباراه تغييرات اللي حضرتك اتكلمت فيها الاميز ما فيها البدري، يعني هو الراجل ما استناش كتير بين الشوطين، 55 دقيقه 55 يعني بعد خمس دقائق بالظبط او يعني احنا 10 دقائق ده الشوط الثاني، احنا نقول بين الشوطين يعني نقول ما لحقوش، فيعتبر بين الشوطين فتغيير طبعا ايجابي. كنا الاول بين الشوطين فعلا دقيقه 46 بين الشوطين، ففي تغييرتين هنا اتعملوا بين الشوطين، فبالتالي بتتكلم في من فترات مستر فيريرا ما بيتاخر شويه على التغييرات، يعني بيتقلوا على لعبته في الملعب فبيتاخر. النهارده الراجل ما استناش كتير وعمل تغييرتين، وتغييرتين من اللعيبه اللي احنا عايزين نطمن عليهم داخل الملعب. انت عارف يا كابتن، انا حسيت من التغييره دي ايه؟ ان هو كان عايز يبدا بدونجا بس اخره شويه، لانه ما يسترعش كده في التغيير زي ما انت قلت، الا اذا كان حاسس ان دونجا افضل في الفتره دي، ولكنه يعني ممكن ياخره شويه عشان بدنيا ممكن ما يكونش على المستوى المطلوب، لكن هو الدفع بيه سريعا ده كده على قناعته بامكانيات هذا هذا الديفندر القوي جدا. دونجا دونجا حاجه ما شاء الله، هو وزمايله، بس دونجا بسم الله ما شاء الله ما عليهوش خلاف، يعني دونجا لعيب قوي من ايام وحسينا بيه، حسينا زمان حماده الربط ما بين نص الملعب وبين الفراوده وبرده خط الظهر، حسينا بيه كتير جدا. في لعيبه اجيب لك الخلاصه في المونديال ده يا كابتن، في لعيبه بتخش نادي الزمالك تحس ان بقى بتلعب بقى 100 سنه. صحيح. فدونجا من اللعيبه دي، دونجا من اللعيبه اللي اول ما دخل مع اول دقيقه دخل، فتحس ان هو الراجل بقى له سنين داخل نادي الزمالك، روح القتاليه وروح العاليه وعنده قلب وبينزل وبيجيد رغم ان الراجل راجع من اصابه. مستر فيريرا كابتن طارق النهارده الراجل، احنا اتكلمنا في البدايه عمل روتيشن، فالروتيشن يا كابتن حماد الروتيشن اتعمل النهارده الراجل كذا مره يعاقب ان في ضغط ماتشات، واحنا اتكلمنا في المنطقه دي وكان عندك اصابات، فهو الراجل حاطط همه في المنطقه دي ودايما يتكلم فيها، فبالتالي لما بيجي يعمل الروتيشن النهارده فهو عارف ان في لعيبه لازم تريح، انت عندك كل 3 4 ايام مباراه، ومش عايز يعمل اجهاد على بعض اللعيبه اللي لسه راجعه، فبالتالي تتعرض لاصابه واصابه بسرعه وتفقد لعيبه او اثنين او ثلاثه، فالنهارده عمل ريح بعض اللعيبه اللي في القوام الاساسي بتاعه، وابتدى يدي بعض اللعيبه الثانيه، لما اطمن ان خلاص دونجا بقى نسبه شفائه 100% اداله شوط كامل النهارده، ممكن المباراه الجايه يديله مباراه كامله. فبالتالي هو انا احساس ان الراجل حاطط عينيه على اللعيبه كلها، انما هو حذر، يعني هو حذر امتى يدي ربع ساعه، امتى يدي شوط، يديله ماتش كامل، انما هو الراجل حاطط عينيه على اللعيبه كلها وشايف مين اللي يناسب اداء نادي الزمالك ويناسب اسلوب نادي الزمالك، فاعتقد هو الراجل بيديهم، بس بيديهم بعقل كامل، خايف على لعيب يرجع له من اصابه لا قدر الله يتعور تاني، خايف ان هو يدي حد مع الايجاد فيتعور، واحنا للامانه مش في حمل الكلام ده.